كما كيعرف الجميع الاهميه ديال القطاع ديال الدواجن على الصعيد الوطني، كانه عنده واحد الدور كبير في لانك تعتبر المنتوج الاول من ناحيه لحوم الدجاج اللي كتستهلك. ولكن اللي كنلاحظوا ان مع قدوم هذا كورونا او كوفيد القطاعات كلها تضرات، وكل شيء تنبهت له الدوله الى ان كنلاحظوا ان التصنيف ديال المربي اللي ما عمره استفاد من شي دعم، بل كيتم من الاقصاء من جميع المساعدات ولا الدعم السابق لا من المخطط الاخضر ولا حتى حاليا. حنا عندنا اشكال في التصنيف، حنا كيصنفوا المربي في القطاع الصناعي رغم ان القطاع قطاع فلاحي سابقا وما كيتوف ما عنده حتى ابسط الشروط، حتى الكهرباء اللي كتستعمل في الصناعه ما عندش هذا المربي. لهذا كنناشدوا والجهات الوصيه انها تراعي وتنصف هذا المربي اللي لاحظنا ان مؤخرا ان وزاره الفلاحه كتقول بلي ان قطاع الدواجن او خاصه التربيه غير متضرر. بالعكس الله اكبر، حنا المربيين التكلفه ديال الدجاج كتوصل حتى 11 درهم وحنا وصل البيع وصل 7 دراهم 6 دراهم، شكون اللي غادي يعوض؟ شكون اللي غادي يعوض هاد الناس هادو اللي هما الخسائر ديالهم بالملايير؟ راه كاين الناس تسلبت منهم الحريه، الناس دخلوا السجون، الناس باعوا الممتلكات ديالهم. حنا كنتسائلوا اين 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 الموقع ديال هذا المربي بين هاد المهنيين اللي ما خدا لا دعم، ما كاين لا دعم، ما كاين لا التفاته، ما كاين حتى حاجه. بالعكس كاين جهات اللي كتدعي انها وصيه قاسيه المربي، لا في التمثيليه لا في التعويضات لا في كل شيء. الاثمنه ديالو كراجع اولا هذه واحد 3 سنوات ان الناس ديال القطاع كانوا جناو واحد ارباح طائله وعاود استثمروها في القطاع في الوقيته اللي حنا المربي كانت التكلفه ديال الانتاج لا ديال الاعلاف ولا ديال الفلوس كانت مرتفعه، وكان الثمن ديال السوق اقل من التكلفه. ولكن هاد كورونا زادت، من بعد كنا كنبيعوا الدجاج كان كيتقام 11 وكنبيعوا بتسعود وبتسعود ونص. حاليا هاد الكوفيد عرف واحد التراجع ديال الطلب اللي وصل ل 20-25%، وبالتالي الاثمنه عاود نقصات ل 7 دراهم 6 دراهم ونص. كل كيلو كنخسروا فيه 3 دراهم ونص 4 دراهم خساره للمربي، واللي ان المربي حاليا اللي خلى مصر انه مازال متقل بديون ما يقدرش يوقف، الا وقف خصو يدي لهاد الشركات ولا خصو تسلب منه ولا لانه عنده ضمانات عند هاد الشركات خصو يؤدي الواجب ولا تسلب منه ولا يتقدم للمحاكمه لان عنده شيكات وعنده كامبالات وهذا خصو يؤديها، الا ما اداهاش اضطراريا غادي تحجز له الممتلكات ديالو ولا غادي تسلب منه الحريه ديالو.